فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة ماتت وفي بطنها جنين. نعم. امرأة ماتت وفي بطنها جنين، فهل يجرى لها عملية لإخراج الجنين ودفنه على حدة، لحجة أنه لو بقي الجنين في بطنها لدفن غير مستقبل للقبلة؟ لا، يترك الجنين في بطنها وتدفن هي وهو في بطنها والحمد لله. وشق بطنها هذا فيه مثلة بالميت. نعم. قبلة الجنين في القبر قبلة أمه، ما دامت أمه موجهة للقبلة فهو تابع لها. نعم.